فاحنا ماشيين في ده وبنحاول نقلل الفجوات اللي نجمت على النمو خلال السنين اللي فاتت وما حصلش نمو مماثل ليه في الدولة. وهنا هقول نقطة مهمة قوي ليكوا كلكم. كتير من النقاش اللي بيدور يقول لك ايه كانت أولويات الدولة في الوقت ده، كانت المفروض تتغير للصناعة بس يا دكتور مصطفى، وده كلام صح، ده كلام ايه صحيح، بس انا كانت الامور كلها محتاجة جهد في كل المحاور. يعني ما كنتش اقدر اعمل اسيب البلد كخطة تجمد كل شيء تاني اكتر ما هو متأخر، واقول ايه طب خلونا نعمل نطور في الصناعة لان العائد بتاعها اكتر. ده كلام صحيح، ده كلام مظبوط، بس انا ما اقدرش اعمل ده واسيب بقية القطاعات اللي كانت فيها مشكلة. يعني خلينا نتكلم في قطاع زي قطاع مثلا الري، ده قطاع مهم قوي. طب وانا لما اعمله هو في عائد مباشر كتشغيل صناعة او كلام من هذا القبيل؟ ابدا مش هيبقى فيه، ده بالعكس ده غلاء كلها عن حاجات خدمات، مفيش عوائد مباشرة منها على ان انا انتج حاجة بشتريها من بره او اصدرها حتى. فكان لابد ان احنا نتحرك في كل المجالات في وقت واحد، حتى لو كان عوائدها مش هتبان دلوقتي. والنهارده لما بنتكلم على مصنع زي اللي انتوا بتشوفوه، احنا تالت مره نيجي هنا. لو النهارده تتصوروا ان ده كلها حاجات نسبها مش كبيره قوي، يعني المصانع اللي هنا رغم من ضخمتها مش نسبه كبيره بالنسبه للدوله المصريه اللي فيها 105 مليون. انت بتتكلم في 18% و20% من الاستهلاك المحلي، والباقي الشركات الاخرى بتاعت القطاع الخاص بتسده.